الضريح سيد الشهداء سلام الله عليه، نحييكم. ومعنا بهذه التغطية سوف نقوم بالرد على من قام بحرق القرآن الكريم باستضافة بنات دار القرآن الكريم الحافظات والقارئات للقرآن الكريم. ولا يعلم بأن من قام بحرق القرآن الكريم ألا هو في حقيقة الأمر بأن أعد من نفسه وجسده حصب جهنم أو حطبا لجهنم، تلك جهنم التي أعدت للكافرين. علاقة الإمام الحسين عليه أفضل وتم السلام، واخترنا هذا المكان الشريف الطاهر المقدس بأن نقوم بهذه التغطية. رأس الإمام الحسين عليه أفضل وتم السلام كان يتلو القرآن، والدلائل شاهدة وموجودة. وأيضا علاقة الإمام الحسين عليه أفضل وتم السلام بالقرآن الكريم، فهم الحافظين لهذا القرآن على مدى التاريخ والأزمنة، وهم الثابتين، وهم أنوار الله عز وجل، وتم ذكرهم من داخل آيات القرآن الكريم. أيضا علاقة الإمام الحسين عليه أفضل وتم السلام بالقرآن الكريم، نقول من يتقبل حرق القرآن الكريم قد تقبل قتل وذبح جسد سيد الشهداء وطحن جسد سيد الشهداء وحرق قيام عائلة سيد الشهداء سلام الله عليه، فالإثنان هم ودائع النبي عليه أفضل وأتم السلام، وإن شاء الله يتم إيصال هذه الرسالة إلى السماء أولاً، وإلى الأئمة المعصومين عليهم أفضل وتم السلام، وإلى النبي محمد عليه أفضل وتم السلام في حفاظنا على القرآن الكريم وحفاظنا على مقدساتنا الطاهرة. إذن ابقوا معنا في هذه التغطية لنستمع ونشاهد آيات من الذكر الحكيم، نهدي ثوابها تحصينا لقرآن الكريم في كل بقاع العالم باسم سيد الشهداء سلام الله عليه. حياكم الله، ومع بناتنا الحافظات للقرآن لنقوم بقراءة آيات من السور القرآن الكريم، نهديها ثواب أو نهدي ثوابها إلى تحصين القرآن في كل بقاع العالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على قضية حرق القرآن الكريم مثل ما يفعل الفاعلون، ماذا تردون وكيف نرد على هذا الأمر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن منطلق هذه الآية الكريمة المباركة ندين ونستنكر ونستنجد ما حدث يوم أمس من حرق القرآن الكريم والاستهانة به، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التعدي على حقوقنا والتعدي على حرياتنا والتعدي على مبادئنا والتعدي على مقدساتنا. فالقرآن الكريم هو كتاب الله، وهو الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، وهو مرتبط بالعدل الطاهرة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما أن تمسكتم بما لن تضلوا بعدي أبدا. فيجب علينا أن ننصر القرآن، وذلك بأقوالنا بأفعالنا بتصرفاتنا ولو بالمنشورات. وكذا يجب علينا أن نتلو القرآن، أن نحفظ القرآن، أن نتعلم القرآن، أن نتدارس القرآن. وكذلك والأهم من ذلك، يجب علينا أن نتدارس تفسير القرآن وتدبر القرآن ومعاني كلمات القرآن. والأهم من كل هذا وذاك أن أكون قارئة وحافظة ولكن متخلقة بأخلاق القرآن. فأخلاق القرآن هي التي تجملني، هي التي تزينني. والإمام الحسين هو القرآن الناطق الذي كان رأسه على الرمح ويتلو القرآن، وأيضا هو وأصحابه في ليلة العاشر يتلون كتاب الله. فهذا على ماذا يدل؟ يدل إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين بالقرآن الكريم. فمن هذا المكان المبارك ومن العتبة الحسينية المقدسة ومن قسم دار القرآن الكريم نشكر كادر دار القرآن الكريم، نشكر أساتذتنا وأستاذاتنا في دار القرآن الكريم على كل جهودهم معنا. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي سما كاظم عبد، إحدى طالبات الدورات الصيفية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. أهدي هذه الآيات لسيدي ومولاي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام نصرة القرآن الكريم. إذ بلغ العاشر من محرم، كان الإمام الحسين هو وأصحابه يرتلون القرآن ترتيلا، يريدون أن يطفئون نور الله بأفواههم خسئاً. هذه معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة زهراء عادل، طالبة في دار قرآن الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة. لدي آية قرآنية أهديها لسيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أهدي ثواب هذه الآية القرآنية الكريمة إلى سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام من أهل بيت العصمة، وهو القرآن الناطق الذي يبين جميع مكنونات القرآن الكريم وخصائصه وتفسير آياته، وهو العالم به وبجميع علومه الشريفة. إن الإمام الحسين عليه السلام في الليلة التاسعة من محرم طلب مزيدا من الوقت وتأجيل وقت المعركة، ليس لأجل أن يعيش وقتا طويلا، بل لأجل القرآن الكريم، أن يرتل آيات القرآن الكريم وتدبر آياته. نعم، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. نعم. اسمكم؟ اسمي زهراء عادل صاحب، الطالبة في دار القرآن الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة زهراء جهاز سليم، طالبة في الدورات الصيفية دار القرآن. أحب أن أوجه آية للإمام الحسين عليه السلام ضد الذين قاموا بحرق القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. وأيضا قال الإمام الحسين عليه السلام في الحديث: الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق في ألسنتهم، يحوطونه ما درت معيشتهم، وإذا محصوا في البلاء قل الديانون. صدق الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين خرج لنصرة الدين، فنحن علينا أن ننصر الدين وننصر القرآن الكريم ونتحلى بأخلاق القرآن الكريم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا، وبسم الله الرحمن الرحيم نختتم هذه التغطية. ومثل ما شاهدتم واستمعتم إلى حافظات القرآن الكريم، كيف كل منهن أعطت الرسالة الحقيقية، وها هي رسالتنا، وها هو حفاظنا على القرآن الكريم أينما كان في كل بقاع الأرض. والله عز وجل هو الحافظ لهذا الذكر الطاهر، فإنها رسالة السماء لأهل الأرض.